بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد أن أوجد معكم في هذا الحفل العلمي البهيج. سعيد أن أشارك في هذا اللقاء العلمي الذي اختص بقضية من أهم قضايا المعاصرة، هو قضية الإنسان لكن في القرآن الكريم. الإنسان اليوم موضوع دراسات متعددة ومراجعات مختلفة المناهج ومختلفة التصورات والرؤى، والانطلاق من القرآن نصا حاكما وموجها ونصا مقروءا لإدراك مفهوم الإنسان، طبيعته وحدوده، مكانته وإمكاناته، أمر هام بل هام للغاية. في آخر كتاب الله يتعرض طه عبد الرحمن لمفهوم الإنسان وينتج مفهوما معينا يسميه بنموذج الإنسان الغربي، ويوضح كيف أن هذا النموذج أصبح نموذجا مهيمنا زاد في هيمنته تصارع وسائل الاتصال المعروفة اليوم. لكن هذا النموذج للإنسان المعاصر قد تشكل منذ قرون متعددة. نحن الآن نعيش زمن تنميطه، بحيث يصبح العالم كله يعيش هذا النموذج ويفكر وفقه ولا يتعدى. هنا يصبح القرآن موجها وحاكما لرؤانا لتصوراتنا حول الإنسان، لأنه لا بد من نقطة معيار نرجع إليها، ولا بد من مرجعية نتحاكم إليها، لكي لا نكون هملا في وسط عالم يفرض آراءه لا بد من الرجوع إلى القرآن. من هذا المنطلق يصبح الموضوع ذو أهمية قصوى، ويصبح اختياره لا شك كما أشار أحد الإخوة السابقين ينطلق من وعي حاد باللحظة الحضارية التي نعيشها. فشكرا لكم جميعا على ما يسره لي أن تكون هذه الندوة. سعيد كذلك أن أحضر مع الزملاء في هذه الجلسة، وأنا أسعد بأن تسيرها الأستاذة الفاضلة التي هي أمامكم. وبالمناسبة فأنا جد فخور أن تكون بجانبي هذه الأستاذة، لأنها كانت في يوم من الأيام من طلبتي، وأنا فخور أن أكون اليوم من مرؤوسيها في هذه الجلسة. فهنيئا لنا بهذا الحضور معنا في هذه الصبح. موضوعي في الحقيقة ليس كما أثبت في البرنامج، ولكن عنوانه الإنسان، العنوان الذي أداتم به هو الإنسان في القرآن بين شرائط العمران وأسباب الخراب. وحينما أتحدث عن هذا الموضوع فليس المقصود منه العمران في حد ذاته ولا الخراب في حد ذاته، ولكن المقصود به هو طبيعة الإنسان وإمكاناته وحدوده في القرآن الكريم من خلال فعله ومن خلال شرائط هذا الفعل ومن خلال أسباب انعدام هذا، أي من خلال شرائط العمران وجودا واستقامة، ومن خلال غياب العمران ليحصل الفساد المؤدي إلى الخراب. من خلال تعرضنا لهذه الممرات التي يمر فيها الإنسان ندرك لا شك إمكانات وحدود الإنسان وطبيعته التي حينما يغادرها يغادر مجال العمران إلى مجال الفساد، ومن ثم يغادر إلى زوال العمران فيحصل الخراب. العمران أريد أن أتوقف بشكل سريع وعبر برقيات إلى أن أشير إلى أن هذا المفهوم بهذه الصيغة، صيغة عمران،
ليست لا نجده في القرآن الكريم كما لم يرد في التفاسير القديمة. ولعل التفسير الذي أشار إليه إلى هذه الصيغة عمران هو تفسير رشيد رضا، وهو متأخر وهو الوحيد الذي يشير إلى كلمة عمران بهذه الصيغة، ولعلها كانت ولعل إشارته إليها كانت في سياق الحديث عن الحضارة سيفيليزاسيون، التي ترجمت كلمة سيفيليزاسيون ترجمت أيضا كلمة عمران، لهذا كان للعمران هذا البريد، فصيغة عمران من هذا الباب ترتبط بهذا التعالق وبهذا التفاعل بيننا وبين الحضارة الغربية. لا أريد أن أواصل تنبيهات كثيرة بخصوص المصطلح، لكنني أريد أن أشير إلى أن الخراب مصطلح بهذه الصيغة مصطلح قرآني أو لفظ قرآني ورد في نصين في القرآن الكريم في سورة البقرة وفي سورة الحج. والخراب يعني الهدم ورفع البنيان أو تعطيل الأمور الذي يؤدي إلى خراب العمران والمدينة. هذه المسلمة بعد هذه التنبيهات أشير إلى أن هذه المسلمة تنطلق أو هذه المداخلة تنطلق من مسلمة أساسية مثالها أن الأصل في الوجود البشري هو الصلاح والفطرة. الصلاح أرضا باعتبارها فضاء لهذا الوجود البشري، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها، والفطرة بشرا فطرة الله التي فطر الناس عليها خلقا من دون تشويه ولا تحريف. والصلاح والفطرة في منار وجهان لأمر واحد، أحدهما كامل والآخر الوجه الظاهر. فالفطرة هي الصلاح كاملا، والصلاح هو الفطرة محقق أو تحققا، إذ لا صلاح من دون اشتغال الفطرة، ولا فطرة متحينة مع الفساد. إذا كان الأمر كذلك فالصلاح أصل والفساد خروج، الصلاح قاعدة والفساد استثناء، ولا يكون الاستعمار هو المصطلح الذي يناسب اللفظ القرآني واستعمركم فيها، ولا يكون الاستعمار أو إن شئنا العمران اشتهر إلا فعلا صالحا. التعطيل تعطيل الفعل الصالح، إذ إن تعطيل الفعل الصالح يؤول بالعمران إلى الفساد. والعمران من المفاهيم التي درج على استعمالها كثير من المفكرين المسلمين المعاصرين، واستعمالهم يختلف وبحسب السياقات والمرجعيات التي ينطلقون منها، ولكن المصطلح في كل هذه الحالات إنما يرجع إلى الآية الكريمة بسورة هود: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يسجل هذا الخطاب أو هذه الآية حدثا مهما من أحداث البدايات الأولى للوجود البشري، كما يكشف السياق الذي ورد فيه، أقصد سياق دعوة الأنبياء إلى التوحيد في سورة هود، عن أهمية الوظيفة الفعل المشار إليه الذي هو الاستعمار ومكانة القائم به. لكن دعونا من هذا، فقبل الاستعمار كان هناك الاستخلاف، فالاستخلاف هو أمر إلهي وحكمة إلهية اقتضت أن يستخلف الله البشر، أن يستخلف الإنسان، فقبل أن يستعمر كان هناك الاستخلاف. فالاستخلاف بهذا المعنى الذي نشير إليه والذي أشار إليه القرآن الكريم في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إن هذه الإرادة إرادة الله سبحانه وتعالى كانت سابقة كما قلت عن فعل الاستعمار، ولهذا السبب في الحقيقة ولأمر الاستخلاف في حد ذاته هو نوع، رغم أنه يعطي مكانة مهمة للإنسان باعتبار أن الله اقتضت حكمته استخلاف الإنسان، واعتراض أو تعجب الملائكة من هذا الأمر الإلهي
حينما اعترضوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذه المكانة التي يجيب عنها الله سبحانه وتعالى قائلا إني أعلم ما لا تعلمون، يسبقها فعل آخر وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الخاصية التي يمد بها الإنسان وهي ما أسميه بالقدرة على التسمية، تسمية هذه القدرة على التسمية والتي يندمج فيها فعلان أساسيان هو فعل التعقل، فعل التعقل وفعل الإفصاح، فعل البيان، لأنه لا بيان إلا بتعقل يعطي والذي إليه يرجع الله سبحانه وتعالى أو الذي به يفسر للملائكة لماذا جعله الله خليفة. إني أعلم ما لا تعلمون، هذه القدرة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للإنسان هي التي ستجعله قادرا على فعل أو على ممارسة فعل الاستعمار، فلا استعمار من دون هذه القدرة. بطبيعة الحال هذه القدرة وقدرات أخرى يمدها الله سبحانه وتعالى الإنسان لم تكن بإمكانها وحدها أن تخلق فعل الاستعمار في الأرض، فكان لا بد من شيء آخر يمد به الله سبحانه وتعالى الإنسان ويسخره له، فكان التسخير. إذن بعد مفهوم الاستخلاف ومفهوم الاستعمار يأتي مفهوم التسخير، فالله سبحانه وتعالى سخر الأرض وجعلها للإنسان ليحدث استعمار ربه. فالاستعمار لا يمكن أن يكون إلا بقدرات، وهذه القدرات أمدها الله للإنسان، ولا يمكن أن يكون إلا في فضاء، وهذا الفضاء لا يمكن أن يحدث به استعمار إلا ممهدا، وهذا التمهيد هو التسخير الذي قام به الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذه العملية كلها، عملية الاستخلاف، عملية الاستعمار وعملية التسخير، تعطي لنا صورة عن هذا الإنسان، هي تبين أهميته لا شك، أنه فضله على غيره من الملائكة فأعطاه ما أعطاه وجعله مفضلا على كثير من خلقه، ولكنها في نفس الوقت تشير إلى أمر مهم جدا، وهو أن هذا الإنسان نسبي، هذا الإنسان محدود، فلا عمران له إلا بتسخير، فلا عمران له إلا بإمداد، فلا عمران له إلا بما أعطاه الله من قدرة التسمية. هذا الفعل الاستعماري المحدود والمحدد رغم مكانة الإنسان يجعل علاقة الإنسان أو الفعل الاستعماري الذي هو فعل تسخير واستخلاف يربط علاقتين أساسيتين، علاقة فاعلية أو يشير إلى علاقتين أساسيتين، إلى علاقة فاعلية وعلاقة مفعولية. علاقة فاعلية الإنسان مع الطبيعة وعلاقة مفعولية، وفي هاتين العلاقتين كان الله فاعلا بإطلاق، وكانت الأرض منفعلة بإطلاق، وكان الإنسان منفعلا وفاعلا، لأن أمر التسخير وأمر الاستخلاف أمر قدري خارج عن إرادة الإنسان، وأمر الاستعمار في الأرض بما مكنه الله سبحانه وتعالى أمر كان للإنسان فيه دور، كان للإنسان فيه دور. إننا مع الفعل الاستعماري بقطبيه الاستخلاف والتسخير أمام بعدين بهما يتحقق التوازن على الأرض، بعد القدرة والحرية والاختيار، وبعد المحدودية والنسبية والافتخار والافتقار. غير أن عملية العمران هذه أو الاستعمار ليست دائما عملية سليمة تمشي على وفق الصلاح الذي كانت عليه، وإنما يعتريها الفساد، لأن الفساد هو اختيار أيضا من الاختيارات الممكنة، أو هو انحراف قد يحصل للإنسان
يتجنب الصلاح، يتجنب العمران كما أراده الله سبحانه وتعالى، ليتحول إلى الفساد. وهذا المسار، مسار الفساد، بقدر ما تتوسع مساحاته على الأرض بقدر ما يتراجع العمران، يتراجع الصلاح. ولأن الفساد عملية إن لم تتعرض إلى عملية الإصلاح المطلوبة في كل فساد، ستتوسع إلى الحد الذي تصبح فساداً مهيمناً مطبقاً، فلا يكون نهايتها إلا الخراب. ولأن عملية الإصلاح ليست عملية متيسرة دائماً ولا ناجحة باستمرار، فهي قد تؤول إلى النهاية الأسوأ، هي الخراب. وهذا الذي تحدث عنه القرآن في سورة هود، وبالمناسبة فسورة هود تجمع بين الأمرين باعاً، بين عملية، بين الحديث عن الاستعمار وبين الحديث عن الخراب، في حينما يتحدث الله سبحانه وتعالى عن الأمم والأقوام التي دمر، الأقوام الستة التي دمرها الله سبحانه وتعالى، فيقول الله سبحانه وتعالى عن قوم صالح أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، وعن قوم مدين وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وهكذا، فكلهم تعرضوا للخراب نتيجة هيمنة الفساد في مجتمعات. أنهي هذه المداخلة بسرعة كبيرة إلى أسباب هذا الخراب، وكيف ينشأ الخراب بعد أن يكون الأصل هو الصلاح هو الاستعمار. حددت هذه الأسباب في أربعة أسباب أساسية. أما الأول فهو سلطة سفيهة غير رشيدة، وهذه السلطة السفيهة الغير الرشيدة هي تتميز بثلاثة سمات: القمع، وإسكات الصوت المخالف، استظهار الآخر، استضعاف الآخر واحتقاره، تهديده وإرهابه ونفيه أو استئصاره أصلا. ولا أريد أن أضرب الأمثلة من خلال القرآن الكريم. أما السبب الآخر فهو الطغيان الاقتصادي المنفلت الذي يتأبى على كل ترشيد. وأضرب له مثلا حتى يتضح بقولي قوم شعيب لشعيب، قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرنا أو تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، وأن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. التعاطي مع المال الذي يتجاوز كل الحدود ويتأبى عن كل ترشيد ويرفض أي مراقبة وأي مسؤولية كان من الأسباب الأساسية التي من أجلها خسف الله بهم الأرض. السبب الثالث وهو شذوذ قيمي اجتماعي، وأضرب له مثل قوم لوط، وهو معروف حينما تجاوزوا كل الحدود، تجاوزوا هذه النسبية للإنسان وأرادوا أن تكون القيم قيما لا حدود لها ومنفلتة وشاردة، دمرهم الله سبحانه وتعالى. وأخيرا أقول إن هذه الأسباب الثلاثة أو هذا الطغيان الثلاثي لا يمكنه أن يحصل إلا برباعية هي إبستمولوجية معرفية طاغية، لا ترى في الفكر الآخر شيئا قابلا للحوار، بل شيئا ينبغي تدميره وإقصاؤه ورفضه. وبالتالي سنكون أمام أربعة أسباب مؤدية إلى الطغيان، أو أقول إن هذه الأسباب هي أسباب تمنع وقوع فعل استعماري حقيقي صالح. وأعتذر من استفادة الكلمة، والسلام عليكم ورحمة الله.